جايب لي اكسبريشنز اكسبريسنج اوبينيونز لما اكون عايزه اعبر عن رايي، بقول تو ماي مايند، احنا كنا خدنا دي يا محمد، تو ماي مايند اي وود هاف ثوت as far as I'm concerned if you ask me in my opinion the way I see it. كل ده بيعبر عن رأيي. لما يكون حد مثلا اقول لك ايه what do you think of the film، رأيك ايه في الفيلم، او what do you think of the music، رأيك ايه في الميوزك، فبقول in my opinion as far as I'm concerned وابدأ اقول رأيي to my mind وابدأ اقول it's good it's nice it's loud وهكذا. لو ان الشخص اللي دايما موافق على الكلام اللي انا بقوله ده بيقول I'm all for it او it can't be او a bad thing. It can't be a bad thing، هي عمرها ما تكون حاجة ايه سيئة. لو هو مش موافق بيقول it's not a good idea او I'm completely against it. I'm completely against it، انا مش موافق خالص. لو انت بقى على الحياد، لا انت موافق ولا انت معارض، بتقول it doesn't really matter، ما يهمنيش، I couldn't care less، انا مش مهتم اصلا. تمام؟ فساعات بنسأل حد على مثلا حاجة هو مش مهتم بيها، فهو ممكن يقول it doesn't matter او I couldn't really I couldn't care less. بعد كده جايب لي بقية الفوكابلوري. عندي اول حاجة جايب لي مالتي فينيو، تمام، جيجز اللي هي بتبقى عبارة عن نظارات اللي جايبة الصورة من بعيد، كانوا زمان كده بيتفرجوا على مثلا المغنيين او الموسيقيين وهم بيعزفوا، كانوا مثلا قاعدين في اوبرا او قاعدين في مكان كبير، فبيلبسوا نظارات كده بتوديهم او بتوضح لهم الصورة. victims معناها ضحايا، famine مجاعة، بنسوي كلمة starvation برضو معناها مجاعة. audience كنا خدنا الفرق بين كلمة audience و spectators و viewers. ايه الفرق بينهم محمد؟ اقرأ امس. ايه الفرق بين كلمة spectators و audience و viewers؟ spectators اللي هم المشاهدين اللي بيبقوا موجودين في استاد، في استاد بيشاهدوا لعبة او رياضة، تمام، ده الاسبكتاتورز. طب واودينس؟ الاودينس اللي بيبقوا موجودين في السينما او عرض مسرحي، ماشي، سينما او مسرح. وفيورز؟ والفيور اللي هو بيتفرج من على التلفزيون. التلفزيون، تمام، ثانك يو سو ماتش. طيب بيقول لي بقى كده تي في برودكاست اللي هو بس التلفزيون. دونيت معناه يتبرع بفلوس او يتبرع بمال بدم مثلا. انستيجيتور معناها شخص، someone who caused on event or situation to happen by making a set of action، يعني الشخص اللي بيبقى ايه بيعمل سلسله من الاحداث او سلسله من المواقف المتتاليه. كونسرت معناها حفله موسيقيه. كوانسايد يعني يتصادف، ان حاجتين يحصلوا في نفس التايم او في نفس الوقت. بريزيدنت اللي هو الرئيس. برايم مينستر رئيس الوزراء. وديت حرف البي انا سايلنت مش بنطقه، ديت معناها الدين. الدين يا محمد، تمام يا مس. مالتي فينيو اللي هو زي قاعات كده اللي فيها اكتر من مكان من حاجه او اماكن متعدده الاغراض. بليس، ماشي، مالتي فينيو. نيكست، جيجز، تمام. فيكتيمز، فامين اودينسز، تمام. تي في برودكاست، يس. دوناتو، دونيت، دي حرف الايه في الاخر، دونيت. تمام، فكرتها او نو. انستيجيتور، يس. كونسرت، كونسايد. الجزء الاولاني اللي هي كوين، زي كلمة كوين، كونسايد. ايوه، بريزيدنت، تمام. بريزيدنت، برايم مينستر، ديت حرف البي سايلنت يا محمد، ديت اللي هو الدين، ديت، تمام. عندي بعد كده بيقول لي لو انا بكذب، ده جايب لي بعض الفريزز والايديومز اللي هي الاكسبريشنز، يعني بيقول لي bring attention معناها يجذب الانتباه، انا عايزه اشد انتباه حد، يبقى بقول ان هو bring attention. good will ambassador اللي هو كنا خدناه قبل كده برضو، سفير، كلمه ambassador معناها سفير، وgood will اللي هي النوايا الحسنه. عندي ما اقول play a part يعني بيلعب دور مهم. do concert يعمل حفله موسيقيه. perform concert برضو بيأدي في حفله موسيقيه او بيعزف في حفله موسيقيه. raise money، كلمة ريز هنا معناها spend أو ينفق فلوس.
بعد كده جايب famous for، اقول مثلا الشخص ده is famous for، عمرو دياب is famous for، مشهور بايه؟ his songs. نجيب محفوظ is famous for his novels، يبقى شخص مشهور بحاجة معينة. involved in معناه مشترك في حاجة او متورط في حاجة. اقول لك مثلا هاني was involved in the crime، كان متورط او مشترك في الجريمة. cancel out معناه يلغي. بعد كده بيفرق لي بين الثلاث كلمات دولت، اللي هي كلمة famous for و well known و famous as. بيقول ان famous for بيجي بعدها الشخص ده مشهور بايه، مشهور بكتبه، مشهور باغانيه، مشهور بافلامه، مشهور بايه بالظبط. اما famous as بيجي بعدها الجوب بتاعته. اقول مثلا ايه، he is famous as a writer، he is famous as a novelist، he is famous as an actor، مشهور بحاجه، المهنه او الجوب اللي هو بيشتغلها. well known برضو زي famous as بيجي بعدها ايه، الجوب او الوظيفه بتاعت الشخص. يبقى انا عندي famous as او well known بيجي بعدهم الجوب او الوظيفه. طيب بعد كده بيفرق برضو بين audience suspected و viewers. زي ما احنا قلنا من شويه، الفيورز اللي هم بيتفرجوا على التلفزيون في البيت، سبيكتاتورز اللي بيروحوا النوادي مثلا او الاستاد ويتفرجوا على العاب جيمز، والاودينس هم الجماهير، الجماهير اللي بيتفرجوا على السينما والمسرح. كلير؟ تمام. نقف لحد الجزء ده وناخد الكوشنز اللي عليها هوم ورك. تمام. ده الجزء الاول. في الشابتر الجديد بيتكلم عن بيقول لي dangerous journey. طبعا احنا عارفين ان تيليسون ذا بانك هاز تو برانشز، واحد في لندن وواحد في باريس. تيليسون ذا بانك له فرعين، واحد في فرنسا وواحد في لندن. دلوقتي فرنسا هيحصل فيها ايه، او حصل فيها ريفولوشن. تمام معايا كده عشان نبقى فاهمين برضو. انا عندي كده مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي هنا دي باريس ودي لندن. البنك او تيليسون ذا بانك له فرعين في كل بلد او البلدين دولت. فطبعا البنك حصل هنا، حصل في فرنسا، حصل ريفولوشن او حصل ثوره، فبالتالي هم كانوا خايفين ان الناس تدخل، او خايفين من الانجري موب ان هم يدخلوا يسرقوا the money or the documents of the bankers. كانوا خايفين ان هم يروحوا يسرقوا الفلوس او الريكوردز او الوثائق الدوكيومنتس. تمام. في نفس الوقت هنعرف ان كل الناس اللي موجودين، او كل الاغنياء الفرنسيين الاغنياء اللي كانوا موجودين في باريس كلهم هاجروا وراحوا فين؟ راحوا في لندن. تمام. وكانوا بيتجمعوا برضو في تيليسنز بانك، كانوا بيتجمعوا في بنك تيليسنز ليه؟ عشان يعرفوا اخبار الثوره. دايما بتعرف ان الناس اللي هم الاغنياء بيهربوا من المركب قبل ما تغرق. هم ده اللي عملوه، ان هم هربوا من باريس وراحوا، راحوا فين؟ راحوا لندن، راحوا يعيشوا ايه في لندن، عشان ايه؟ يأمنوا فلوسهم، ياخدوا حاجتهم يرجعوها معاهم. فكانوا طبعا دايما بيتجمعوا في تيليسنز بانك عشان ايه؟ to know about the news of the revolution، عشان يعرفوا اخبار الريفولوشن. فهم متجمعين مره كده مع بعض، كلهم قاعدين متجمعين مع بعض اللي هم الفرنش بيبل موجودين في بنك مستر لوري، وقاعدين يتكلموا على الريفولوشن. وهم بيتكلموا جت سيره، او جاء اسم الشخص اللي هو من عيلة إيفرموند اللي استغنى عن كل فلوسه and gave all his money to the poor، اللي استغنى عن كل فلوسه وادى كل فلوسه للبور وسابش نفسه أي حاجة. فقعدوا يقلصوا عليه ويشتموه ويقولوا عليه ألفاظ مش كويسة. طبعا كان مين قاعد في القعدة ديت؟ كان موجود مستر لوري، وكان موجود تشارلز دارني. يبقى أنا عندي مستر لوري قاعد، وعندي دارني قاعد، وفي نفس الوقت اللي هما الفرنش ارستوكراتس، او الناس الفرنساويين الاغنياء اللي هربوا من فرنسا. كلير؟ تمام كده؟ ها تمام يا شباب؟ معايا ولا؟ اسف محمد، سامعني يا محمد؟ معاك يا مس. يا مس. تمام. طيب كلهم متجمعين عشان ايه؟ يعرفوا اخبار فرنسا. وهم قاعدين هيجي المستر لوري ليتر كده مكتوب عليه مكتوب يعني ان هو مبعوث لمين؟ ل the son of Evermond، او حفيد او عيله الشخص اللي هو ايه، سليل عيله Evermond اللي هو مين؟ اللي هو تشارلز دارني. بس مش مكتوب باسم تشارلز، اللي احنا قلنا قبل كده ان دارني كان بيسافر تحت هو مس. هو الايفرموند ده تبع مين؟ عمه. مين اللي تبعها؟ عمه Evermond ديت عيله دارني. تمام. احنا قلنا ان دارني ده مش اسمه الحقيقي، هو كان بيسافر تحت اسمه. كان اتبرى من عيلته. ايوه، ما هو اتبرى من عيلته وغير اسمه.
تمام، هو اتبرى من قالته وغير اسمه، بقى اسمه الجديد دارنيه او تشارلز اللي دارنيه. هو شارلز دارنيه، فاكيد في حد نفس ايوه، الاسم، فهو فهو الرساله جاي اتبعتت له ليه بالغلط. خطاب باسمه الحقيقي اللي هو اسمه اللي هو ايه، من عائله ايفرموند، ان الجواب ده جاي لعائله ايفرموند. تمام، فهو المفروض ان مستر لوري هياخد الجواب ده وهيسلمه، او هيقول للناس الفرنساويين اللي قاعدين معاه ده داني بادي فيو نو هيم، حد فيكم يعرف الشخص ده؟ فهم كلهم هيقعدوا ايه يلسوا عليه ويقولوا ان هو ايه stupid and crazy, he gave up all his money to the poor and he gave up his name and his title. استغنى عن اسمه واستغنى عن التايتل بتاعه، وما عادش له اي صفه رسميه او اي، ما عادش one of the aristocrats او from the rich family. ف طبعا اللي هما دارنيه بيتريقوا قاعد، على شارلز دارنيه. او هو قاعد، خلي بالي هو قاعد، تمام، يعني هو في موقف مش ظريف جدا. المهم بعد ما الناس الفرنسيين دول خرجوا، دورني بص كده على الليتر ولاقي اسمه عليه، فقال لهم انا ممكن، قال لي مستر لوري انا ممكن انا عارف الشخص ده، ممكن اوصل له الليتر. I know this person, I can deliver him or give him the letter. طبعا مستر لوري كان فرحان وقال له اتفضل ادي له الليتر، هو واثق فيه. لما نزل من عند مستر من لما نزل من المكتب بتاعه، قرا الليتر او قرا الجواب اللي موجود، فلقى ان مين اللي كتب له الليتر. الليتر ده كان اللي كتبه له واحد الخادم بتاعه اللي هو اسمه جابيل. الخادم ده او السيرفنت ده الريفولوشن او الريفولوشنري بيبل، ان هم الريفولوشنريستس، عملوا ايه؟ ارستد هيم، قبضوا عليه. تمام، ان هم الناس اللي قاموا بالثوره قبضوا عليه. ليه؟ لان قبضوا هو على كان شارلز زي، دارني. لا قبضوا على جابيل. تمام، قبضوا على مين يا مس الخادم جابيل ده؟ جابيل ده اللي هو تشارلز دارني سيرفنت، ده الخادم بتاع المساعد بتاعه. دارني، دارني سيرفنت الخادم بتاعه. تمام، هم مين؟ الموب قبضوا عليه. تمام، طب وليه قبضوا بقى عليه؟ عشان هو كان شغال، مش احنا قلنا ان هم كانوا بيقتلوا الجنود وبيقتلوا الناس اللي دخلوا قصر ايفرموند وقتلوا كل الناس اللي فيه اطفال وكبار، ومش كل الناس اللي شغالين فيه، ما سابوش، ما فرقوش بين السيد والعبيد، هذا كله. تمام، فنفس الكلام هم قبضوا عليه وخدوه حاجته. فجابيل روت ا ليتر تو دورني اسكينج هيم فور هيلب، كان بيطلب منه المساعده. هي وانس هيم تو هيلب هيم، يعني هو كان عايز ان هو يساعده، ان هو عايز يساعده ان هو يطلعه من السجن او من الورطه اللي هو فيها. طبعا دورني احنا عارفين ان هو جنتلمان سو او ا فيري جنتلمان، كان في حيرة طبعا ان هو يسافر في وقت زي ده، هو عارف ان هما الموب are crazy and they are killing everybody from the Evermont family and he will if he went to France he would be killed for sure. لو هو سافر فرنسا هيتقتل اكيد يعني، فما كانش هو عارف يعمل ايه. ولكن في الاخر هو قرر او decided to travel to Paris. تمام، قبل ما يسافر لباريس he wrote two letters, one for Lucy Manette and the other for Dr. Manette. تمام، قبل ما يسافر كتب خطابين، لواحد للوسي وواحد تاني لمين؟ لدوكيومنت. هنعرف ان هو ان هو مش هيسافر لوحده، هيسافر مع مستر لوري، لان مستر لوري هيكون برضو رايح فرنسا عشان يامن الدوكيومنتس بتاعه التيلسنز بنك، او الدوكيومنتس اللي موجوده في تيلسنز بنك اللي فرع فرنسا، او ياخدها ينقلها معاه تو لندن اجين. اوكي كلير شباب، معايا يا شباب؟ okay. هنا جايب لي بقى the dangerous journey. طبعا هو ايه قصدنا بال dangerous journey؟ اللي هو the journey that doctor that Mr. Charles Darnay and Mr. Lorry will make to France. تمام، لان بيقول ان الجو ده دلوقتي ان فرنسا is very cold, the journey is very tiring, الرحلة نفسها متعبة, and the revolution is there. So it's very dangerous for anybody to enter or to travel to France. صعب جدا او خطر جدا لاي حد انه هو يسافر او يروح فرنسا. Okay, let's start. طب بس معلش، هو راح، هو شارلز دارني راح عشان يقرا الليتر ولا راح عشان لا، يعمل هو ايه؟ قرا الليتر خلاص، هو كان رايح عشان ينقذ to save Jabal, to save his servant, عشان ينقذ الخادم بتاعه. Okay؟ ماشي يا محمد؟ اوكي. تمام. بيقول هنا 3 years of tempest passed and the revolution still raged and the nobles were shattered. عدى 3 سنين على الريفولوشن، الريفولوشن لسه في عز ثورتها او في عز اوجها، والنوبلز خلاص سابوا البلد او شاترد، اتبعتروا طلعوا يعني من فرنسا. A favorite meeting place for the French noblemen was Tilson's Bank in London.
كان المكان الحلو او كمان المكان الجميل اللي الفرنش بيبول كانوا بيتجمعوا فيه كان عبارة عن كانوا بيروحوا تيليسنز بانك عشان يتجمعوا هناك، الفرع اللي موجود في فرع في لندن. اوكي محمد كومبليت. التيليسنز اوفيس At Tilson's office in Paris, there was fear that the angry mob would break in and destroy important papers and the bank records and documents. اوكي Documents مش كانوا خايفين someone يعني، هم sorry. كانوا في الفرع بتاع فرنسا كانوا خايفين ان الموب او ذا انجري موب بريك انتو ذا بانك، ان هم يقتحموا البنك اند ديستروي ذا بيبرز، يحطموا هما مش اقتحموا البنك وبعدها حرقوا بقى في اللي هو لا ورق هم البيت. هم لا ما راحوش البنك، هم اقتحموا الباستيون. هم كانوا خايفين ان هم يعملوا نفس الحكايه في البنك، طبعا البنك فيه فلوس والبنك فيه دوكيومنتس ووثائق، فكانوا خايفين ان هم يعملوا كده. فايه اللي حصل؟ كونتينيو. Someone. Someone from the London office had to go to see that the papers, the bank's papers and the record were protected or hidden. Yes. Mr. Lorry offered to go. اه يعني كان لازم واحد يروح من فرع لندن ويسافر باريس عشان يتأكد ان البيبرز ديت محمية او يعني مخبأة في مكان آمن. اوكي كريم continue. كريم كريم سامعني؟ Yes, start. Charles Durney. يا ميس، أنا عندي الصورة Yes. متظاهرة كاملة. لو ممكن حضرتك Yes. visiting Mr. Lorry تمام. at the time Oh, try to tried discourage him from making such a from move. making such a business trip to Paris. تمام. He يبقى told هنا Mr. كان Lorry just a second، هو كان موجود، فهو ايه، فهو قال له بلاش تروح دلوقتي باريس، خلي بالك بس المفارقات، بلاش تروح باريس دلوقتي لان الموضوع صعب جدا. It's very difficult. It's not safe. It's dangerous. It's a long journey. الرحلة طويلة. It's very cold. الجو سيء. And the revolution. So it's very dangerous for him to travel. كان بيقول له لا ما سافرش. درنيلي كان بيقول لي مين؟ مستر لوري. Go on. He told Mr. Lorry that Paris wasn't a safe place then and the journey was long and the weather was bad but Mr. اه Lorry خلي بالك، said that he would be safe. تمام. يبقى الجيرني كانت لونج، الجيرني طويله جدا، الويذر فيري باد، الطقس سيء، وفي نفس الوقت باريس از نوت ا سيف بليس، باريس مش مكان امن عشان الريفولوشن، ولكن مستر لوري كان دماغه عنيد وكان شايف ان هو ايه، هي وود بي سيف. ليه؟ ليه هيبقى ليه هو شايف ان هو هيبقى في امان؟ كونتينيو. And that nobody would care to interfere with an old Englishman like himself. Yes. لأنه كان شايف إنه هو an old Englishman، ف nobody will bother him، nobody will disturb him، محدش هيضايقه، هو كبير وعجوز وفي نفس الوقت English not French، فمحدش هيضايقه أو محدش هيتعرض له بأي سوء. يبقى he wouldn't care or would nobody would care or to interfere with an old man like himself. Continue. And that he would be the best man for the job as he knew Paris and Tilson's more than anybody else. تمام. يبقى هو شايف ان هو the best one for this mission because he knows Paris and the Tillerson's bank more than anybody else، اكتر من اي شخص تاني. تمام. Continue. As for the long journey and the bad weather, he said that he would do that for the sake of the bank. خلي بالي برضو لان الموقف ده او السيتويشن ده بيوضح لي ان how much Mr. Lorry loves the Tillerson's bank، ازاي بيحب البنك ده كويس قوي لدرجه ان هو يعني مستعد ان هو يعمل such a very difficult and very tiring journey. Okay continue. Charles said that he wished to go himself as he quite often thought of the poor miserable people and miserable people and sympathize them. يعني في الاخر مستر لوري اتمنى له الخير، اتمنى له يبقى يوصل بسلام، وفي نفس الوقت كان متعاطف وكان خايف، خايف ان هو يعمل رحله زي دي. تمام. وبيقول له انا شارلز دورني سيد هي ويشد تو جو هيمسيلف، كان بيقول له يا ريت انا كنت نقدر اروح مكانك، as he quite often thought of the poor miserable people and sympathizing، لان هو دايما كان بيفكر او بيتعاطف مع الناس الفقراء وكان يعني بيتعاطف معاهم، طبعا ان هو ايه شخص جنتلمان، شخص كده محترم. اوكي ليتس اي ويل كونتينيو.
كينيكس. بيقول هنا مستر لوري was traveling that night, he was taking جيري كرانشر with him. يبقى خلاص هو قرر ان هو يسافر وياخد معاه مين؟ جيري كرانشر as his bodyguard. Then the manager of Tillotson's came to Mr. Lurie's desk. يبقى هو خلاص هو قرر هو ده كده ايه ان هو ايه هيسافر خلاص فرنسا. The manager of Tillotson's came to Mr. Lurie's desk. المانجر اللي هو المدير بتاع بنك تيليسونز جه عند مكتب مستر لوري with a letter addressed to the Marquis of Overmond. معاه بقى letter او معاه خطاب موجه لماركوز اوف ايفرموند. الماركوز اوف ايفرموند اللي هو مين؟ اللي هو عم او اللي هو ايه يعني اللي هو درنيه يعني الماركوز اوف ايفرموند اللي هو ايه درنيه اوف فرانس. He told Mr. Lorry that they hadn't discovered the person to whom the letter. Just a second. The letter was in, addressed. He had laid the letter on the desk so near to Durney that he read the name on the letter. يعني الراجل ده جاب الليتر معاه وبيقول الليتر ده انا مش عارف هوديه لمين او مش عارف الشخص بتاعه وحط الليتر على مكتب مين؟ مستر لوري. فدرني هو قاعد قرا هيقرا اسم ايه؟ اسم عيل ايه؟ ذا ماركوس اوفرموند هيعرف ان الليتر له يعني. درني's face became pale. No one expected Dr. Manette to whom he had told his secret on the morning of his wedding knew his real name. تمام؟ يعني كان شايف ان مفيش حد الا دكتور مانيت هيعرف اسمه الحقيقي. knew his real name, not Lucy, not Mr. Lorry, no one. محدش فيهم يعرف الا دكتور مانيت بس. فهو كان ايه مش عارف يعمل ايه. محمد continue. Mr. Lorry. Mr. Lorry was traveling that night. Mr. Lorry held the letter. Mr. Lorry held the letter in his hand and asked some French gentlemen of if they know that Marquis. Some said that he was the nephew of the Marquis who had been murdered while other murdered. مجد. While other مجد. مجد يعني قلصوا عليه بعد يسخروا منه. مجد هم. مجد هم and said. And said some deserved. Disrespectful comments on him. Disrespectful comments on him. يعني كانوا بيعلقوا على غير غير محترمة لائقة. Okay. Continue. When Mr. Lorry and Darnay were left alone at the desk, Darnay told Mr. Lorry that he knew the fellow and offered to deliver the letter. تمام. Then he told Mr. Lorry that he would come back later to see him off before traveling to Paris. يبقى هو قال له ان انا I know this person, I know this Evermond person and I'm ready to deliver him the letter. انا مستعد ان انا اسلمه letter. طبعا مستر لوري اداله letter وقال له وتشارلز زرني قال له انا هودعك قبل ما تسافر او قبل ما تروح فرنسا. كنتوني يا محمد برضو. In a quiet street, Darnay opened the letter and read it. It was from Jabal. Yes. Jabal. Yes. The faithful servant of the Evermond family. طبعا ده كان السيرفنت او الخادم بتاع عائلة Evermond. Thank you so much. Continue, Kareem. In his letter, Jabal said that he had been seized and brought to Paris. Seized يعني قبض عليه. And brought to Paris to the prison of Abbey. The Abbey, yes. He would have a trial and surely would be sentenced to this. يعني هيتم محاكمته وأكيد هيحكم عليه بالإعدام. Sentenced to this يعني هيحكم عليه بالإعدام. Yes. His crime was said to be treason for serving Charles, who was considered to be an immigrant. يعني كانت جريمته ان هو كان خادم اتهموه بالخيانه لانه كان بيخدم تشارلز درني وتشارلز ده كان immigrant يعني مهاجر. He said that they didn't listen to him when he told them that Charles was on their side and that Charles had ordered him not to collect rent from them and even to return the taxes they had paid to his uncle. Finally, Mr. Gabel begged Charles to go to Paris to help him
and to Yes. be true to him as he had been to Charles. تمام، يعني هو هنا كانوا قبضوا عليه وقالوا ان هو ايه خائن، لان هو كان بيشتغل عند المهاجر. فهو قعد يقنعهم يقول لهم no that Charles there is a gentleman he asked me not to collect anything from the farmers، طلب مني اني ما اجمعش اي فلوس او اي ايجار من الفارمرز، وخلاني ارجع لهم كمان التاكسز او الضرايب اللي كانوا دفعوها لعمه. وبدا يتوسل لتشارلز ارني تعالى بسرعه انقذني، انا خدمتكم بصدق، فيا ريت تنقذني او تنقذ حياتي من السيتويشن او الديفيكالت سيتويشن اللي انا فيه ده. طبعا يعني الموقف ده برضو بيعكس لنا او reflects how much Durney is a very kind and a very respected or respectful person. ازاي ان هو محترم وازاي ان هو ايه متعاطف مع جيبو. Charles made a decision at that time, at that moment, he would return to France. قرر خلاص في اللحظة دي ان هو خلاص هيرجع ويروح لفرنسا. Not only to save his loyal servant, but to restore his good name as well. يعني مش بس عشان ينقذ الخادم بتاعه، ولكن كمان عشان ايه يعني بنقول عليه ايه، يعني يبرأ ساحته او يبرأ اسمه. Because he hadn't oppressed a man, had imprisoned no man, he left France and came to England where he earned his living. يعني بيقول ان هو ما ظلمش حد، ما سجنش حد، هو ساب فرنسا اصلا وسافر يعيش في انجلترا عشان يعود نفسه او ينفق على نفسه. تمام كده؟ هو شايف ان هو ايه كان لازم يسافر عشان يبرئ اسمه، وفي نفس الوقت يعرف الناس ان هو ما عملش حاجه غلط. كل المشكله كانت فين؟ في باباه وعمه، هم كانوا ظلموا. محمد كونتينيو. ذات نايت من أول بطب that night Darnay sat up writing two letters, one to Lucy explaining the strong obligation he was under to go to Paris. تمام. The other was to Dr. Manette asking him to take care of Lucy and little Lucy. تمام، يبقى اللتر الأولاني كان لوسي إن هو إيه بيقول لها أو بيشرح لها هو ليه راح باريس، والتاني كان للدكتور مانيت عشان يعرفه أو يطلب منه إن هو يخلي باله من لوسي الكبيرة ولوسي الصغيرة بنته. كونتينيو محمد. Darnay's journey to Paris wasn't easy at all. تمام. Every town gate and the village taxing house was guarded by patriots with their pistols. Yes. With their pistols ready to fire. Yes. They stopped all travelers to and out of Paris. تمام، يعني هو كان بيقول هنا، بيوصف لي هنا الرحله كانت عامله ازاي. بيقول ان هم كان في كل مكان او في كل منطقه كان في باتريوتس او الناس اللي هم الوطنيين المخلصين اللي هم عاملين بيخدموا او بيفتشوا يعني، وكانوا معاهم مسدسات ومستعدين ان هم يطلقوا النار في اي وقت. وفي نفس الوقت كانوا بيوقفوا الترافلرز اللي رايحين داخلين وخارجين من باريس تو اند اوت. تمام. The questions then كانوا بيسألوهم. Inspected the papers، بيفتشوا الأوراق اللي معاهم. Then they inspected them again and looked for، كانوا بيفتشوهم مرة تانية ويدوروا أو يبحثوا عن إيه. And their names in the lists of their own، كانوا بيدوروا عن الاسم بتاعهم موجود في القائمة اللي معاهم ولا لأ، لأن إحنا عارفين إنه كان في قائمة بتاعت اللي هي list of destructions اللي هي قائمة الهلاك اللي كانت مدام ديفارج دايما بتكتبها. تمام، عشان الناس اللي هم هتموتهم لما تحصل الثورة. اوكي كريم continue. Darnay found himself trapped. There was no hope for him to return to England until he had cleaned his name in Paris. He had to continue his journey to Paris at any rate. تمام، يعني هو كان لازم to clear his name، يعني يبرأ اسمه او يبرأ سمعته، وكان لازم ان هو يكمل الرحلة بأي سعر او بأي ثمن. Continue. He knew that every barrier was another iron door between him and England. تمام، كل هو كان فاهم ان كل باب بيخطيه او كل بوابه بيعديها هتبقى بمثابه سجن جديد او حاجز بينه وبين انجلترا. Next. He was stopped for tens of times every day. تمام. Sometimes he was sent forward or was sent back. ساعات بيبعتوه قدام يعني يتقدم يعني في الجن بتاعته، ساعات بيرجع مره ثانيه. Some other time he was guarded to the following village, the taxing house. تمام. The only thing that kept him going was Gabel's letter. Yes. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتخليها مكمل الخطاب بتاع جبل.
Yes, he He had had. to show it every time to prove that he had come to save his faithful servant when he تمام got when he تمام came to small town still a long way yes from Paris. تمام ده هو كان يعني كل شويه يطلع الليتر ده عشان يعرفهم ان هو جاي عشان ينقذ الخادم بتاعه. When he came He to went to small bed. ماشي He went to bed tired out, but in this small town he was met with so many difficulties difficulties yes that he thought his journey to have come to a crisis crisis. crisis يعني هو كان خلاص كل شويه تعب من كتر السفر، وفي الاخر لما وصل عند بلد صغيره قابلته صعوبات كتيره لدرجه ان هو كان خايف ان الموضوع يتأزم وما يقدرش يكمل الرحله. The man then a man in authority began to question Rene. في راجل بقى مسؤول بدأ يستجوبه. He asked him about his age and then writing on a slip of paper told Rene that he would be sent to the prison of La Force. قال لدرني ان هو هيتم حبسه في سجن اسمه La Force. Rene was surprised and asked under what law and of what guilt he would be sent to a prison. يعني بيقول لهم انا عملت ايه غلط وايه القانون اللي انتوا بتحكموا بيه وايه الذنب اللي انا عملته. The man in authority replied that the revolution had its own laws. ان الريفولوشن عندها قوانينها الخاصه بيها. والاميجرانتس had no rights. ان الاميجرانتس ما لهمش اي حقوق. The officers asked Rene to follow ديفارج وطلبوا من درني ان هو يتبع او يمشي ورا ديفارج. تمام طبعا ديفارج عارف ان هو او عارف ان تشارلز درني هو متجوز بنت مست دكتور مات.